Wir danken dem Doktor für diesen sehr, sehr schönen Vortrag. Nochmal mit einem Salawat ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. In einer Überlieferung von Imam Rida alayhi salam steht geschrieben, demjenigen, dem der Tag Ashura ein Tag der Tragödie, des Leids und des Weinens ist, dem wird Allah subhanahu wa ta'ala, der Mächtige, der Glorreiche, am Tag des jüngsten Gerichts einen Tag voll Freude und Glück bereiten. In diesem Sinne bitten wir den Bruder Muhammad Jabir nach vorne für ein Majlis Adha und im Anschluss wird eine Lagnie stattfinden. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الثانية على حب الحسن والحسين بأعلى الأصوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله على آل بيتك المظلومين المضطهدين الأبرار الميامين يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة. غريب يا مظلوم كربنا ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم فيا ليتنا كنا معكم فنفوز والله. يا دوحة المجد من مهر ومن مضر قد جف ماء الصبا من غصنة النضر قد غال خسف الردى بدر الهدى فيا نجوم السماء من بعدهم تثري. حلو الشبيبة يا لهفي عليه ذوى من بعده ناعيه بالعز والظفر. يا ساعد الله قلب الصدق ينظر فردان فردان ولم يبلغ العشرين من عمره مرملا مضى رأته ورملته صرخ يا مهجتي وسروري يا بناي تقضي على شر
أخذه ابن عطية
قام يسرع في خطاه، قال له جابر: مهلا يا ابن عطية، قصر من خطاك لأن لك في كل خطوة تخطوها أجر شهيد. فبينما جابر متمسك بيد عطية، وإذ بابن عطية ينادي: سيدي جابر، أنت أمام قبر الحسين. ناداه: ألمسني القبر. رفع ابن عطية يد جابر ووضعها على القبر، ما إن لمس القبر إلا صاح حسين، حبيب لا يجيب حبيبا، وأنى لك الجواب وقد فرق بين بدنك ورأسك ورضت أعضاؤك ورفع على القنا رأسك. ثم سلم على الأنصار: السلام عليكم أيتها الفتية، إلى آخر الزيارة. بينما جابر كذلك، وإذا بالإمام زين العابدين ينادي: أجابر هذا؟ قال: نعم، فدتك روحي. رمى بنفسه من على ظهر الناقة مناديا: قل لي عظم الله لك الأجر، ها هنا قتلت الرجال، ها هنا ذبحت الأطفال، ها هنا حرقت الخيام، ها هنا شتتوا عماتي، ها هنا ضرب العباس بعمود من حديد. بكى ونادى ومصيبته، نادى الإمام زين العابدين: قم معي. مضى به مسافة قليلة، قال: أو تدري ما حدث في هذا المكان؟ قال: لا يا سيدي. قال: في هذا المكان صعد الشمر على صدر الحسين. كيف صعد؟ قال: لابس النعلان من حديد، أوطأ بالنعل على صدر أبي عبد الله الحسين. قم معي قليلا. ذهب معه. أو تدري ما حدث في هذا المكان؟ قال: لا يا سيدي. قال: في هذا المكان قطع نحر الحسين، لطم على رأسه وصاح: وحسينا. بينما الإمام يتحدث معه، وإذا بمنادية تنادي: وحسينا، يا نازلين بكربلاء، هل عندكم خبر بقتلانا وما أعلامها؟ ما حال جثة ميت في أرضكم؟ بقيت ثلاثا لا يزار مقامها. وإذا بها الحوراء زينب دنا منها الإمام، قالت: خذ بيدي، فلقد غشي على بصري، أصبحت لا أرى، دلني على قبر أخي. أخذ السجاد بيدها، أقبل بها إلى قبر الحسين، وضع يديها على القبر. صرخت الحوراء: وحسينا، وحسينا، أخي حسين، هل غسلوك؟
مسبوقا